عزيزاتي أعزائي، السلام عليكن وعليكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية. زمان هذا وش من زمان فاش رحنا ومع من شاركين الهوى. واش عمركم سمعتوا بالولد كيقتل باه؟ طبعا لا، ما عمركم سمعتوا بيه حتى لهذا الزمان الماسخ. والقصة ديال اليوم هي ديال واحد الشاب عشريني قتل باه في مدينة القصر الكبير، ضربوه بحجرة جاتو في الجمجمة في راسو، ضربوه قلك ما قلك ما بغاش يعطي الفلوس باش يشيل الحشيش ويتكيف ويعمر الدماغ الخاوي. كان دماغه عامر ما يوصلش يتعدى على باه، كان عرى على كتافه يخرج يخدم يجيب باش ما كان يجيب مصروف ديالو. اش داك انت شي بليه لما قدش بيها؟ الجريمة وقعت في دار العائلة في حي بلاد بالعربي بالقصر الكبير. ضحية الله يرحمه صبر العائلة ديالو كل أفراد العائلة، هو كبير في السن، في السبعينات من عمره، والجاني في العمر ديالو 27 عام. والجريمة وقعت نهار السبت 12 فبراير 2022. جاني تشد ودابا راه في الحبس كيسوفري ويدوز سنوات من عمره مضيعها في الحبس، في عوت ما يبني المستقبل ديالو ويشوف يرسم شي خريطة الطريق باش يوصل ويحقق الأحلام ديالو. الجريمة وقعت في ذاك الدار وهي قريبة لمركز الشرطة القديم في وسط المدينة ديال القصر الكبير. والجاني شدوه عناصر فرقة البحث التابعة للبيجي ديال مفوضية القصر الكبير، شدوه بعد مدة قصيرة من الوفاة ديال باه الله يرحمه مسكين. البارح نهار الاثنين 14 فبراير 2022 تحال المتهم على الوكيل العام بمحكمة السينا في طنجة، وهذا المسؤول القضائي أمر بالإيداع ديالو في السجن وحالو على قاضي التحقيق بنفس المحكمة اللي استمع ليه إعداديا قبل ما يأجل الاستماع ليه التفصيلية لجلسة لاحقة. المتهم كيقول الله أعلم مدمن على المخدرات، هذا ماشي مبرر، وكل مدمن ولا ماشي مدمن متعداش على باه وما يقتلوش. هاد المتهم كيواجه تهمة الاعتداء على الأصول بالضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثه، والعقوبة اللي كتنتظرو غادي تكون طويلة وبنفس الخطورة ديال الفعل الجرم اللي تورط فيه. ماشي سهل تقتل باك اللي شقى وتعب باش يكبرك، ومن اللي كبرتي قتلته رديت له جميل للأسف الشديد. ولاد اليوم للأسف هادشي ما يستحملوش العقل. تفاصيل القضية الخوت كتقول باللي نهار السبت 12 فبراير 2022 توصلت لبيجي ديال القصر الكبير بواحد الخبر كيقول باللي شي واحد في العشرينات من عمرو ضرب باه بحجرة، وباه موجود في حالة حرجة بين الحياة والموت في دارو، والعناصر ديالها انتقلت لديك الدار فين وقعت هاد الجريمة ودارت المعاينة وشدات المتهم. ملي وصلوا عناصر الشرطة بالسرعة اللازمة طبعا لقاو الضحية طايح مرمي على الأرض مغمى عليه ما كيتحركش، وهو يعني مش أقول لك في وسط بركة من الدم اللي سالم من راسه مسكين نتيجة قوة الضربة بالحجرة اللي جاتو في الراس وكسرت له حتى الجمجمة. وللأسف ولدو اللي ضربو ماشي شي حد براني، في الجمجمة ديال الأب كانت باينة الضربة. والبوليس ملي جا ولقاو الولد مازال في الدار ما هربش، كان جالس منزوي في الغرفة ديالو قبل ما يشدوه ويديوه للكوميسارية يسمعوا عليه بخصوص المنسوب إليه من تهم، وهي جناية في الحقيقة، جناية واحدة ديال الاعتداء على الأصول بالضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة دون نية إحداثه. الأب تهز في حالة صحية حرجة للجونس ديال المستشفى المحلي، ومحاولة الإنقاذ ديالو للأسف باءت بالفشل رغم الجهود اللي بدلها الطاقم الطبي المعالج. الأب مات الله يرحمه نتيجة نزيف دموي حاد، والجثة تهزت لامورغ باش تشرح بناء على أوامر الوكيل العام السينافيات طنجة. المشتبه فيه ما خدام ما ردام كما كنقولو، جالس عطي راخي مسعودة للبرودة وسمحوا لي على هاد التعبير. ورغم ذلك واخا ما خدامش مدمن على تدخين المخدرات كيكمل حشيش مبليق لك، وكان باستمرار كيتخاصم مع باه وبالاب مسكين في السبعينات من عمره. شوف الخوت، الاب في السبعينات من عمره بوكتاف في العشرينات مازال كيطلب منه الفلوس باش يشيل الحشيش،
ما حشمر على العمر ديالو ولا الظروف الصحية ولا الظروف الاجتماعية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ديك النهار ديال السبت 12 فبراير رجع الابن لدار والديه ومشى عند باه ديريكت ومن جديد طلب منه الفلوس باش يشري الحشيش. باه ما عندوش الله يحسن العوان، ما عندوش ما يعطيه، ما رفض باش يعطيه الفلوس. الفلوس اللي غيعطيه منو يكميهم بالحشيش يزيدو في المصروف. قالوا الله يعفو لك ولدي، دعا ليه بالعفو الولد او الاب نصح ولده، والولد ما جابوش الحال. عشتو هاد الولاد اليوم كي دايرين، ما كيقبلش النصيحه وما قالوا لازم لم جيب كري. الولد هز حجره وضرب به بها، جاتو في الراس في الجمجمه. الضربه كانت قويه وخلفت نزيف دموي حاد في راس الضحيه، وخلفت ايضا الم ما عمرو يتنسى من 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 قلوب العائله اللي تفجعت في وفاه الضحيه مسكين الله يرحمه. بوليس سمعوا المتهم واعترف شنو دار وكيفاش قتل باه وعلاش، وتم وضعه راه الحراسه النظريه ليومين قبل الاحاله ديالو على الوكيل العام بطنجه، واللي حالوا بنفسه على قاضي التحقيق. شكرا اللي تبعتوا الفيديو، الى فرصه لاحقه دمتم اوفياء للقناه ودامت لكم الافراح والمسرات.